هذه الشجرة عبرت بأعلامها يعني على أطياف الشعب العراقي كله، عبرت بأعلامها عن الشهداء، عبرت عن السلام، عبرت عن الانتماء الوطني. هاي الشجرة تمثل شجرة حب وسلام، وحبينا نحتفل بشكل جديد ومحزن طبعا. وهذه الشجرة شجرة أعلام العراق وتمثل كل العراق بجميع أطيافه، طبعا تضامنا مع أخواننا المسيحيين وعيد المسيح اللي هو ولادة المسيح.